حبايبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الورده بتاعه الفستان اللي زوقنا بيها الفستان وكان وقت الفيديو طويل ووعدت حضراتكم ان انا هعملها لكم في فيديو مستقل وديني بوافي في الوعد اتمنى لكم مشاهده ممتعه ويلا بينا بسرعه نشوف الفيديو انا هستخدم التلات الوان دول للورده ممكن تستخدمي بواقي الخيوط عادي بتاعت الفستان هستخدم اللون الروز لقلب الورده وهستخدم اللون الابيض للاوراق اللي حوالين القلب اللي هي اوراق الورده وهستخدم اللون الاخضر ده اللي انا عملت بيه الفستان دي للفستان هستخدمه عشان اعمل بيه الاوراق الخضره بتاعه الوردة وبتبقى في قاعدة الوردة كده وبخيط في الآخر بإبرة الخياطة وبلزق بمسدس الشمع من الجزء ده وزي ما شفتوا حضراتكم في الفستان إن أنا كنت عاملة ورود كتيرة وحطيتها على الفستان نهاردة بقى هنتعلم نعمل الوردة الصغيرة دي وهي وردة خفيفة جدا جدا وصغيرة يعني مش هتقل الفستان ولا حاجة تعالوا نشوف مع بعض نعملها إزاي في البداية خالص هبتدي بالخيط الأبيض وهعمل أربعة وتلاتين غرزة سلسلة يقبلوا القسمة على اتنين يديني عشر وهزود غرزة يبقوا خمسة وتلاتين يعني أنا في البداية خالص هبتدي خمسة وتلاتين غرزة هشتغل أول حاجة غرزة البداية اللي هي مش محسوبة معايا وبعدين هبتدي اشتغل خمسه وثلاثين غرزه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره خلصت الخمسه وثلاثين غرزه سلسله وبعدين هبتدي الف لفه على الابره وأسيب الغرزة الأولانية والغرزة التانية، يعني أسيب الغرزة اللي تحت الإبرة على طول والغرزة التانية، وفي الغرزة رقم ثلاثة هعمل غرزة نص عمود، ألف لفة تانية، وأشتغل الغرزة اللي بعدها، وأسحب التلات لفات مع بعض، يبقى عملت غرزة نص عمود مرة تاني. السطر كله هعمله غرزه نصف عمود هشتغل السطر كله نفس الغرزة دي غرزة نص عمود، عملت السطر كله كده غرزة نص عمود وبعدين هبتدي أرتفع ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة والتلاتة دول يمثلوا عمود وبعدين هعمل غرزة تانية للفراغ يبقى عملت أربعة سلسلة وبعدين ألف الشغل وفي نفس الغرزه الغرزه الاولى هعمل عمود ويبقى انا عملت عمود وسلسله وعمود في الغرزه الاولى وبعدين هسيب غرزه واشتغل في الغرزه اللي بعدها عمود وسلسله وعمود في نفس المكان وبعدين هسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعدها هعيد تاني عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان، مرة تانية بسيب غرزة وبشتغل في اللي بعدها أنا مش بنقل بسلاسل أنا بشتغل على طول عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان دي كده الوحدات اللي أنا بكررها في كل غرزة بعمل عمود وسلسلة وعمود وبعدين بسيب غرزة وبروح للي بعدها واشتغل تاني عمود وسلسلة وعمود بس أنا مش بنقل ما بين الوحدة دي والوحدة دي بسلاسل أنا بنقل على طول يعني هنا أنا ما عملتش سلسلة لكن هنقل أسيب غرزة والغرزة اللي بعدها أعمل الوحدة واشتغل كده لغاية آخر السطر هكمل بقى السطر بنفس الوحدات دي بالطريقة دي وصلت لآخر السطر هسيب غرزة واشتغل في الغرزة الأخيرة واعمل عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان حصلت غرزتين وهسيب غرزتين على الإبرة وأسحب منهم الخيط الجديد اللي هو الروز اللي هعمل بيه قلب الوردة وأثبت بس بغرزة سلسلة، ويبقى أنا خلاص خلصت الخيط دلوقتي مؤقتا اللي هو الخيط الأبيض في بس حاجة هنا دلوقتي لو عديت أنا الوحدات دول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر دول سبعتاشر آه وحدة ودول اللي هنعمل فيهم ورق الوردة طيب أنا ابتديت دلوقتي في الخيط الروز وهنشوف هنشتغل إزاي هبتدي ألف الشغل وهاخد الخيط الأبيض معايا همشي بيه والخيط الروز عشان أثبته وهدخل في الوحدة اللي هي في الفراغ وأعمل غرزة منزلقة عشان هبتدي منها يبقى أنا دخلت هنا في فراغ الوحدة الأولى بغرزة منزلقة وبعدين هبتدي ثلاثة سلسلة يبقى عملت أول عمود، وبعدين جوّة الفراغ هعمل العمود رقم اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى عملت في الفراغ ستة عمود عشان أنا هعمل وردة صغيرة مش وردة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين دي وردة صغيرة فعملت ستة عمود في, ال في الوحدة الأولى وبعدين هروح للوحدة الثانية دي تاني وحدة هدخل وهعمل فيها غرزة حشو يبقى أنا خلصت ورقة من أوراق قلب الوردة أو قلب الزهرة هبتدي اروح للوحده الثالثه ثالث التالت وحده انا باخد الخيط الابيض معايا عشان اكمل بيه بعد كده وده بس للتثبيت اللي هو الروز وبعدين هدخل هنا وهعمل ستة عمود بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبعدين في الغرزة اللي بعدها في الوحدة اللي بعدها اللي هي دي اللي هي العلامة في هبتدي أدخل وهعمل غرزة حشو، يبقى أنا عملت كده ورقتين بعمل في الورقة عبارة عن ست عمود في وحدة وغرزة حشو في الوحدة اللي جنبها، هكرر تاني الوحدتين دول. اللي هو الست عمود وغرزة الحشو يعني هعمل الروز مرة واحدة تانية بس ونرجع نشوف هنكمل ازاي، غرزة الحشو بقى هعملها أنا عملت الورق رقم ثلاثة وغرزة الحشو هعملها هدخل كده وعملت غرزتين بس أنا مش هكملهم بالروز أنا هسيب الروز وأبتدي أسحب اللون الأبيض وأكمل بيه الغرزة عشان كده انا هبتدي بالابيض وبعدين اروح للوحده اللي بعدها واعمل ست عمود واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وبعدين اعمل غرزة حشو في الوحدة اللي جنبها يبقى عملت ورقة من الورق الابيض ست عمود وفي الوحدة التانية عملت غرزة حشو هكرر الغرزة دي او الوحدة دي او الورقة دي هكررها ثلاث مرات يعني كل الورق الابيض يبقى اربعة انا هنا عملت الروز ثلاثة هعمل الابيض اربعة فانا هكمل الاربعة اللي هما بتمن وحدات الاربع وردات او الاربع ورقات الاربع ورقات بثمان وحدات زي ما هنا الثلاث ورقات بست وحدات فهكمل الاربعه وارجع لحضراتكم عملت هنا الاربع ورقات واحد اتنين تلاته اربعه وبعدين غرزه الحشو هعملها اخر غرزه حشو في الاربع ورقات بس انا هلضم مع الغرزه الاخيره دي اللون الاخضر اللي هيعمل لي ورق الورده الاخضر الورق الاخضر اللي تحت فهبتدي اسحب الخيط زي ما عملت في اللون الابيض مع الروز هبتدي اسحب الخيط الاخضر واثبته بس بغرزه واشد اللون الابيض وهبتدي اعمل الثلاث ورقات هدخل في الوحده اللي بعدها على طول واعمل غرزه حشو وبعدين هعمل غرزة نص عمود، وبعدين هعمل غرزة عمود، دي تالت غرزة، وبعدين هعمل عمود بلفتين في نفس المكان كله، أسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، ده كده هعمل عمود تاني بس بتلات لفات. عمود بثلاث لفات هدخل كده واسحب لفتين, لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين يبقى عملت غرزة حش غرزة نص عمود غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفتين غرزة عمود بثلاث لفات وبعدين اتنين سلسله وهبتدي اشتغل نفس المجموعه دي بس يعني بالعكس فهبتدي اعمل اول حاجه عمود بثلاث لفات اسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين اعمل عمود بلفتين اسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين, وبعدين لفتين وبعدين عمود بلفة واحدة، وبعدين نص عمود، وبعدين غرزة حشو، يبقى عملت ورقة الخضرة بتاعت قاعدة الورقة أول ورقة، مش هعمل بقى في اللي بعدها دي غرزة حشو، لأ أنا هشتغل نفس الغرزة دي تاني هنا. واعدها تاني في اخر واحده عشان كده هعمل ثلاث ورقات اخضر نفس الغرزه دي غرزه حشو غرزه نص عمود غرزه عمود بلفه غرزه عمود بلفتين غرزه عمود بثلاث لفات وبعدين اثنين سلسله وبعدين عمود بثلاث لفات عمود بلفتين عمود بلفه نص عمود غرزه حشو هكرر ال دي مرتين تاني هنا ولما ارجع نشوف عملنا ايه حبايبي ده شكلها بعد ما خلصتها ايه أنا نظفت بس الخيط وعملت التلاتة دول فاكرين حضراتكم لما عديت الوحدات اللي تحت وطلعوا سبعة عشر أنا كنت عايزاهم سبعة عشر عشان أعمل هنا ثلاثة بست وحدات لانه بعمل آه فستون الفستونه نفسها عباره عن ست غرز آه عمود والوحده الثانيه بعمل فيها غرزه حشو عشان كده الورقه كانت بتبقى بوحدتين فالثلاثه دول بست وحدات والاربعه دول بثمان وحدات يبقى ثمانية وستة أربعتاشر أربعتاشر فضلوا ثلاثة ثلاث آه وحدات من السبعتاشر اللي هم عملت فيهم آه ورق القاعدة بتاعت الورد طب احنا دلوقتي بقى عايزين الورده دي اللي هي المفروده دي نعملها زي الورده دي فهعمل ايه هبتدي اجيب ابره الخياطه وابتدي اجيب الشكل بالطريقه دي وش الشغل عندي وده ظهر الشغل ده ظهر الشغل اللي فيه تقفيل الخيوط ونظفتها هبتدي بقى اعمل ايه اخد الورقه اللي هي الروز دي واتني على بره كده هتنيها على بره كده واجي عند قاعدة الوردة او الورقة وابتدي اخيط اخفي بس العقدة بتاعت الخيط ويبقى انا كده خيطت الوردة الاولى هبتدي الف كده وابتدي اخيط الوردة التاني الورقة التانية الورقة الثانية وبعدين أبتدى أخي... ألف تاني وأبتدي أخيط وأفضل ألف كده لغاية ما أخلص الوردة كلها وسهلة معايا الخياطة وأنا خيطت من البداية ما استنتش للآخر عشان تبقى ثابتة عشان ده فستان هيتغسل ما يفكش مني الورد، مرة تانية، هلفها كلها بنفس الطريقة وأخيط كل ما ألف حتة جديدة أبتدي أثبت، آخر حتة هبتدي اثبتها من هنا وافتح بقى الوردة قبل ما اقطع الخيط عشان لو في اي حاجة لسه مفتوحة معايا ببتدي اعملها ادي شكل الوردة اهو وممكن القلب اضمه تاني كده عشان يبان اهو ده شكلها زي دي بالظبط هبتدي بقى اقطع الخيط ثبته ويبقي ده شكل الوردة اهي في النهاية بهدي لحضراتكم لكل واحدة فيكم وردة بس مش وردة كروشيه وردة بحق وحقيق لأن انتو أحلي ورود في حياتي أحلي ورود بتعامل معاها من ورا الشاشة اتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكم واتمنى تنفذوه عشان الفستان اللي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت وحابه اشكركم حبايبي على دعمكم لقناتي وعلى اشتراككم فيها وعلى كل كومنت حلو بتكتبوه ولايكاتكم بحبكم كلكم ثانك يو باي باي